في موضوع آخر، شهد مستشفى أحمد مدة غربي ولاية صغيدة إجراء عمليات جراحية للأطفال المصابين بالتشوهات الخلقية المختلفة. الأيام الجراحية أشرف عليها قول أطباء جزائريين من خارج الوطن وطاقم من أطباء جراحين من مستشفى أحمد مدة غربي. التغطية في ميكروفون محمد عمراني. العمليات اللي قمنا بهم هما سورتو لي فونت لابيو بالاتين، وقمنا بعمليه تشوهات في المنصران لا مالادي دي شبرونغ، وقمنا بعمليات اخرى درناها باغ فوا سيليوسكوبيك. الحمد لله، احنا اولا نسيو ننجحوا المبادره هذه من طرف اللي كانت بالتنسيق بطرف الجمعيه والاستاذه اللي جاتنا من فرنسا اللي رحبوا بها، وكل الطاقم الاداري وكل طاقم شبه الطبي والطبي على مستوى المؤسسه الاستشفائيه. Aujourd'hui on est dans la ville de Saïda. Et c'est la troisième fois pour la chirurgie pédiatrique et la cinquième fois dans toutes les spécialités. Comme je l'ai dit, c'est le but de nos actions, c'est plus la formation. Donc s'il n'y a pas de formation derrière ces actions, c'est comme si on n'a rien fait. Alhamdulillah, ya Rabbi, benti dart l'amalia w najhat fiha. وكانت حالتها راه كانت صورتها طاقم النهار في قبل العمليه، وشوفوا النتيجه دروك، ونشكر جميع اللي ساهم في هذه المبادره. كانت حاجه هاد الاطباء جو فو ريميرسي انفينيمون هاد الاطباء، باسكو كانت حاجه كبيره، باسكو وين كنا وين ولينا، كان تشوه خلقي حتى اصبح زعما حاجه الله يعطيهم الصحه. زعما فريمون كلمة الشكر ماهيش كافية باش نشكروهم لهذا المعروف اللي دار.